النقاط. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. انظروا لهذا، أخذ أحد ما جميع النقاط من رداء المناقض. لقد اختفت النقاط التي على كرتي المفضلة. لقد اختفت النقاط من الأشياء كلها، أخذها أحدهم. من الذي أخذ النقاط؟ لا أدري يا ديدي، شخص واحد يساعدنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور، هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا، لفوها في دوائر، واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. إنه يعمل، ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر، لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم! نعم، نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، لا أصدق ما أرى. في الواقع يا حكيم، كنا نأمل أن تخبرنا من الذي أخذ. من الذي أخذ النقاط؟ ها؟ كيف عرف هذا؟ الحكيم يعرف كل شيء. من الذي أخذها؟ فلنرى. كما توقعت، إنها خاطفة النقاط. خاطفة النقاط؟ من تكون؟ خاطفة النقاط تحب أشياء كثيرة، لكن أكثر ما تحبه هو النقاط. تريد الحصول على أي نقطة تراها، تريد أن تأخذ كل نقطة في العالم. جميع النقاط؟ أتعني يا حكيم لا مزيد من فساتين أو كرات للعب أو جوارب مناقطة؟ أخشى هذا يا نور. هناك حل لهذه المشكلة. حسناً، سنبحث عن خاطفة النقاط ونمنعها من أخذ جميع النقاط التي في العالم. للعثور على خاطفة النقاط، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب، هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا، إنها خاطفة النقاط. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على خاطفة النقاط. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب! هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي،
تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى، اجروا يا أصدقاء. الباب، نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ما هذا الشيء العجيب الشكل؟ أظن أنه فيل آلي يا ديدي. لنرى ما خلف الباب. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر، هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عاليا، مدوا أيديكم، والآن اقفزوا. أمسكنا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب الفيل العجيب. هيا بنا. يا له من فيل آلي عجيب الشكل. ماذا يفعل؟ لا أدري يا ديدي، وليس لدينا الوقت، ويجب أن نواصل السير. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. هذا الأمر سهل للغاية. إنها أقراص طائرة يا ديدي، يطلقها هذا الفيل في كل مكان. كيف سنصل إلى الباب الثاني؟ هذا الفيل الآلي المجنون صانع الأقراص. يصنع الفيل الآلي الأقراص هنا قبل أن تتمكن خاطفة النقاط من خطفها. اعبروا فوق الأقراص، إنه السبيل الوحيد للوصول إلى الباب الثالث يا أصدقاء. نعبر فوق هذه الأقراص؟ كيف نفعل هذا؟ للعبور فوق الأقراص، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نعبر فوق الأقراص؟ الدودة الملتوية؟ قنديل البحر المهتز؟ الكنغر القافز؟ الكنغر القافز، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، كي نقفز فوق الأقراص علينا أن نقفز عاليا مثل الكنغر. افعلوا كما أفعل. يقفز ديدي مثل الكنغر. لنقفز معاً مثل الكنغر. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة، اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز! لنقفز مثل الكنغر يا أصدقاء. يجب أن نقفز عالياً عن الأرض. ادفعوا الأرض بقوة وحركوا أذرعكم. اقفزوا فوق الأقراص. احترس يا ديدي. هيا يا أصدقاء، اقفزوا معي. اقفزوا يا أصدقاء. انخفض مستوى الطاقة. اقفزوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون.
واصلوا القفز، قفز! نعم، أنتم تساعدونني، أشعر بطاقتكم. واصلوا القفز. طاقة نور القصوى! واصلوا القفز، أوشكنا على الوصول إلى الباب. قفز، قفز، قفز! بفضلكم، اجتزنا الفيل الآلي صانع الأقراص. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، رائع حقاً يا أصدقائي. الباب الثاني. هي، النقاط تغطي هذا الكلب. إنه من نوع الدلميشن، أرجو أن نراه بالداخل. موصد، نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا، تمددوا معي يا أصدقائي، تمددوا معي ومدوا أيديكم، والآن اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب الكلب المنقط. اتبعوني. واو، إنها مجموعة من الكلاب المنقطة. لا وقت للعب معها، يجب أن نصل إلى الباب الثالث أياً كان. انظري، ها هو هناك. هيا يا أصدقاء، هذا الأمر سهل للغاية. ماذا؟ دعينا نمر أيتها الكلاب. إن الحبال تعوق طريقنا، كيف نجتازها؟ هذه لعبة شد الحبل المفضلة للكلاب. تحب الكلاب الصغيرة اللعب، وما أن تبدأ لا تتوقف. تتحرك الحبال بسرعة وستمنعكم من المرور. للوصول إلى الباب الثالث وتفادي الحبال، يجب أن تنبطحوا وتعبروا أسفلها. ننبطح ونعبر أسفل الحبال؟ لكن كيف؟ للعبور أسفل حبال الكلاب، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نعبر أسفل الحبال؟ الأرنب القافز، الصرصور الزاحف، عجل البحر المصفق. الصرصور الزاحف؟ أحسنتم! حسناً يا أصدقائي، كي نعبر أسفل الحبال، علينا أن نزحف، نزحف، نزحف مثل صرصور. راقبوني جيداً. أحسنت الزحف يا ديدي. لنزحف جميعاً مثل صرصور. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة، ازحفوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. ازحفوا معي يا أصدقاء، ازحفوا على أقدامكم وأيديكم، ازحفوا مثلي أنا وديدي. احترس يا ديدي، واصلوا الزحف يا أصدقاء. يجب أن ننبطح
الآن ونواصل الزحف. زحف. انخفض مستوى الطاقة. اسحفوا معي يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اسحفوا بسرعة. اسحفوا. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القسوة. اسحفوا بسرعة يا أصدقاء. اقتربنا من الباب الثالث. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا لعبة شد الحبل التي تفضلها الكلاب المنقطة الصغيرة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. منقط صغير. إنه يتخلص من النقاط. لابد أنه الكلب المنقط الذي يتخلص من النقاط. إنه نادر. احتفظ به يا ديدي. من يدري، قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. خاطفة النقاط. ليس مغلقاً. هيا يا أصدقائي لنمنع خاطفة النقاط من أخذ جميع النقاط التي في العالم. الكثير من النقاط. أظن أن هذه هي نقاط كرتي المفضلة. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقائي؟ خاطفة النقاط. يبدو أنها تحب النقاط حقاً. تحتاج مخزوناً لا ينفد من النقاط. أصدقائي، إذا عثرت خاطفة النقاط على شيء يعطيها النقاط إلى الأبد، لن تأخذ النقاط التي في العالم. هذا! لا يا ديدي، لا أستطيع اللعب مع الكلب المنقط الذي يتخلص من النقاط. إنني أفكر في حل ما. لحظة واحدة. الكلب المنقط الذي يتخلص من النقاط. ستسعد به خاطفة النقاط كثيراً. أيها التنين، أنت عبقري. هيا جرب. انظروا يا أصدقائي. هاي خاطفة النقاط، هل ترين ماذا أحمل؟ فرحت خاطفة النقاط بالكلب المناقط الصغير. يسعدني أنك استعدت كرتك المنقطة يا ديدي. وأنت استعدت فستانك المنقط. أصدقائي، لقد نجحت مهمتنا اليوم. منعنا خاطفة النقاط اليوم من أخذ جميع النقاط التي في العالم. أشكركم. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي. تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا.
الألحان. لا أثر للبوق في أي مكان. واختفت أيضاً القيثارة. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. لقد اختفت آلتنا الموسيقية. كنا سنعزف سوياً. لا تقلق يا ديدي، سنعثر على الشخص الذي أخذها. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم! ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب معاً إلى منطقة نور. منطقة نور! هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بأصابعكم هكذا. لفوها في دوائر. واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. إنه يعمل. ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم! نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور. مرحبا بك. هل تعرف من الذي أخذ؟ لا تخبرني، لا تخبرني. اختفى بوق ديدي والقيثارة كذلك. كيف عرف هذا؟ الحكيم يعرف كل شيء. لقد أخذ أحدهم الآلات الموسيقية. من هو يا ترى؟ لنرى. أها، إنه قائد الألحان. هاي، هذه آلتي. من هو قائد الألحان هذا؟ يحب قائد الألحان أصوات الآلات، ولهذا يأخذ كل الآلات الموسيقية. يريد أن يعزف على كل آلة من الآلات، ولن يهدأ قبل أن يحقق هدفه. أن قائد الآلات سيأخذ جميع الآلات الموسيقية التي في العالم؟ أخشى هذا يا نور. أصدقائي، تتخيلون العالم دون الآلات الموسيقية؟ ودون الألحان والأغاني الجميلة أيضاً؟ أمر مؤسف. هذا أمر سيء. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن قائد الألحان ونمنعه من أخذ جميع الآلات الموسيقية التي في العالم. للعثور على قائد الآلات، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. إنه قائد الألحان. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على قائد الألحان. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب. من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! أبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا.
انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ضفدع. يعزف الضفدع القيثارة، يجب أن أرى هذا وأسمعه. موصد. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر. هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عاليا. مدوا أيديكم. والآن انفذوا. أمسكوا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب الضفدع، عازف القيثارة. هيا بنا. أصدقائي، فرقة موسيقية، فرقة من الضفادع. واو، إنهم لا يعزفون. لماذا؟ لا يمكننا حضور الحفل. يجب أن نواصل ونبحث عن قائد الألحان. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. هيا يا أصدقاء، إن هذا الأمر سهل جدا. هاي، افسحوا الطريق. لماذا لا تسمح الضفادع بالدخول؟ هذه فرقة الضفادع الموسيقية، تريد الضفادع العزف، لكن أخذ قائد الألحان الطبول منها. تريد الضفادع مساعدتكم. اضبطوا الإيقاع بأقدامكم. نضبط الإيقاع بأقدامنا؟ كيف نفعل هذا؟ لضبط الإيقاع بأقدامكم، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نضبط الإيقاع بأقدامنا؟ الفيل ثقيل الخطوات، الدودة الملتوية، السمكة العائمة. الفيل ثقيل الخطوات. أحسنتم. هيا يا أصدقائي، كي نضبط الإيقاع لفرقة الضفادع علينا أن نخطو خطوات ثقيلة مثل الفيل. راقبوني. أحسنت يا ديدي، لنخطو خطوات ثقيلة. ما زلتم في منطقة نور. رائع. عندما أقول ثلاثة دبدبوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. دبدبة. خطوات مثل الفيل. دبدبوا بأقدامكم لضبط الإيقاع. هيا يا أصدقائي، دبدبة. لندبدب بأقدامنا مع الإيقاع، لنخطو خطوات ثقيلة مثل الفيل. هيا يا أصدقاء، اضبطوا الإيقاع. انخفض مستوى الطاقة. هيا دبدبوا معي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. ياي! نعم، أنت
أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم، طاقة نور القصوى. دبدبوا مثل الفيل. أظن أن الأغنية على وشك أن تنتهي. نجحنا يا أصدقائي. ساعدتنا الضفادع على عزف الأغنية. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رائع حقاً يا أصدقائي. الباب الثاني. ما هذا؟ أظن أنه أخطبوط. لنرى ما الذي خلف الباب. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن أنقذوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب الأخطبوط الآن. هيا بنا. أصابع بيضاء ضخمة. يا له من مكان عجيب. ماذا يكون هذا؟ لا أدري يا ديدي، لكن يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك. هيا يا أصدقاء. واو، أخطبوط. أخطبوط ضخم يعزف الموسيقى. أصدقائي، أظن أنني أعرف هذا المكان. نحن فوق أرغن الأخطبوط الضخم. خرج الأخطبوط عن السيطرة. كيف سنصل إلى الباب؟ هذا حفل أرغن الأخطبوط الموسيقي. ما إن يبدأ الأخطبوط العزف لن يتوقف. فواصلوا الطريق. احذروا من المجسات. اقفزوا فوق المفاتيح وستصلون إلى الباب. نقفز فوق هذه المفاتيح؟ يا لها من طريقة عجيبة. للقفز فوق المفاتيح بسرعة، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقفز فوق المفاتيح بسرعة؟ القارد الحفار، الثعبان المنزلق، الأرنب القافز. الأرنب القافز. أحسنتم. أصدقاء نور، كي نقفز فوق مفاتيح أرغن الأخطبوط دون أن يشعر، علينا أن نقفز 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 مثل الأرنب. راقبوني. يقفز ديدي مثل الأرنب. لنقفز جميعا مثل الأرنب. ما زلتم في منطقة نور. هذا رائع. عندما أقول ثلاثة اخفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز. اثنوا ركبكم واقفزوا معي. هيا اقفزوا فوق الأرغن. هيا يا أصدقاء اقفزوا معنا. واو، انخفض مستوى الطاقة. اقفزوا معي يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يوم.
طاقتكم. طاقة نور القسوة. يا أصدقاء، اقتربنا من الباب. هيا اقفزوا اقفزوا اقفزوا، وصلوا معي. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا أرجل الأخطبوط الموسيقي. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا معي يا أصدقائي. رقص رائع يا أصدقاء. واو، ما هذا؟ يبدو أن الأخطبوط يريد أن يهديك صفارة. انفخ. صوتها مثل صوت الناي. واو، صوتها مثل القيثارة الآن. لابد أن هذه الصفارة التي تصدر أصوات الآلات تصدر أصوات كل آلة في العالم. احتفظ بها يا ديدي. من يدري؟ قد نحتاج إليها اليوم. الباب الثالث. انظري، قائد الألحان. ليس مصاداً. هيا يا أصدقائي، لنمنع قائد الألحان من أخذ جميع الآلات الموسيقية التي في العالم. واو، انظروا إلى الآلات الموسيقية. هل تعرفون من يعيش هنا؟ انظري، قائد الألحان هناك. إنه يحب الآلات الموسيقية. هي، إن هذا بوقي. وقيثاراتي. إذا عثر قائد الألحان على آلة تغنيه عن أخذ جميع الآلات الموسيقية، لكنه يريد أن يعزف كل آلة في العالم. ماذا نفعل يا ديدي؟ هذا لا يا ديدي، لن أنصت إلى الصفارة التي تصدر أصوات جميع الآلات. إنني أفكر في حل ما. انتظروا، الصفارة التي تصدر أصوات جميع الآلات، إنها تصدر أصوات كل آلة في العالم. أيها التنين، أنت عبقري، جربها. انظروا معي يا أصدقائي. يا قائد الألحان، أنصت إلى هذا. إنها لك. أنه لحن رائع. سيكون أفضل بكثير بعد أن نتدرب. يمكننا التدريب الآن بعد أن استعدنا آلاتنا الموسيقية. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. منعنا قائد الألحان من أخذ جميع الآلات الموسيقية التي في العالم. شكراً لكم. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. جميعاً مع نور. طاقة
البكاء. واو ديدي، انظر إلى هذا، بقعة ماء. بقعة ماء كبيرة هنا على الأرض؟ كيف حدث هذا؟ هاي، المزيد من البقع. لا يمكننا اللعب وهناك بقع ماء على الأرض، شيء خطير. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا، يجب أن نعرف مصدر بقع الماء. أها، شخص واحد يمكنه مساعدتنا، الحكيم. ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا، لفوها في دوائر، واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. إنه يعمل، ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر، لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور. مرحبا يا حكيم. لا أصدق ما أرى، ماذا تفعل بقعة الماء هنا؟ كنا نأمل أن تخبرنا أنت. نعم سأخبركم. أنا أعرف كل شيء. لنرى ما مصدر بقع الماء. أها، كما توقعت، وحش البكاء هو السبب. ها؟ وحش البكاء؟ من هذا؟ إن وحش البكاء يشعر بالوحدة، ومن شدة الحزن يبكي بحرقة. إذا رأيتم بقع ماء كبيرة، اعرفوا إذن أنها دموع وحش البكاء الكثيرة. سيظل يبكي إذا لم يبتهج إلى أن يغرق العالم كله بدموعه. أصدقائي، لن نترك وحش البكاء حزيناً بهذا الشكل. إنه سيغرق العالم في دموعه. لن يتمكن أحد من اللعب أو الجري في أي مكان بعد اليوم. هناك حل واحد لهذه المشكلة، لابد أن نبهج وحش البكاء قبل أن يغرق العالم. للعثور على وحش البكاء، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش البكاء. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش البكاء. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا.
انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني طاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى، اجروا يا أصدقاء. الباب، نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، مظلة. هل الطقس ممطر خلف الباب؟ لنرى بأنفسنا. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر، هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً. مدوا أيديكم. والآن اقفزوا. أمسكنا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. هيا لندخل من باب المظلة. هيا بنا. إنها لا تمطر. إنها لم تمطر بعد، لكن يبدو أنها ستمطر. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، إنه هناك. إنه عبر هذا الجسر. هيا يا أصدقاء، هذا الأمر سهل جداً. واو! أحذية؟ أحذية مطر مع المظلات؟ هذا أمر عجيب جداً. ياري! نصل إلى الباب وهذه المظلات تمنعنا من المرور. هذا جسر أحذية المطر، وهذا نهر دموع وحش البكاء. ستنهمر دموعه الآن، ولهذا تحتمي أحذية المطر بالمظلات. سأقول لكم ماذا تفعلون لتجتازوا المظلات. اقفزوا فوقها وستعبرون الجسر. نقفز فوق المظلات؟ يا لها من طريقة عجيبة. للقفز فوق المظلات، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقفز فوق المظلات؟ الكنغر القافز؟ الصرصور الزاحف؟ القارض الحفار؟ الكنغر القافز، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، كي نقفز فوق المظلات علينا أن نقفز مثل الكنغر. راقبوني. يقفز ديدي مثل الكنغر. لنقفز معا مثل الكنغر. ما زلتم معي؟ رائع! عندما أقول ثلاثة اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز! اثنوا أرجلكم واقفزوا عالياً. من مظلة إلى أخرى. هيا يا أصدقاء، اقفزوا معي. احذر يا ديدي. اقفزوا! إنني أقفز. اقفزوا معي. واصلوا القفز يا أصدقاء. اقفزوا معي. اقفزوا لنسمع صوت أقدامنا تضرب على الأرض. أحتاج إلى الطاقة. اقفزوا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون
يجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني، أشعر بطاقتكم. طاقة نور القسوة! واصلوا القفز، أوشكنا على الوصول إلى الباب يا أصدقائي. نجحنا يا أصدقائي، عبرنا جسر أحذية المطر. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. حقاً يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، رجل ثلج. أحب رجال الثلج. لنرى ماذا خلف هذا الباب. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ شيء رائع حقاً. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن أنقذوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب رجل الثلج. اتبعوني. رجال ثلج. مدهش. الطقس بارد. في الواقع أشعر كأنني أتجمد. هيا يا أصدقائي، سنشعر بالدفء إذا وصلنا الطريق. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك. على الجانب الآخر من بحيرة الجليد. هذا أمر سهل جداً. أوه، الثلج زلق. هاي، احذروا يا رجال الثلج. واو، كيف سنصل إلى الباب الثالث ورجال الثلج يصطدمون بنا؟ هذه بركة جليد رجال الثلج من دموع وحش البكاء المتجمدة. رجال الثلج يتزحلقون في حفل الشتاء. إنهم يستمتعون بالاصطدام بكم وتعطيلكم. لاجتياز رجال الثلج وتفادي الاصطدام، اخطوا خطوات صغيرة وباعدوا بين أرجلكم. نأخذ خطوات صغيرة كي لا نتزحلق؟ كيف نفعل هذا؟ لأخذ خطوات صغيرة اختاروا حركة من الحركات. الحركات! هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نخطو خطوات صغيرة ولا نتزحلق؟ الخفاش المرفرف؟ الفيل ثقيل الخطوات؟ البطريق المتهادي؟ البطريق المتهادي، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، حتى نصل إلى الباب الثالث علينا أن نخطو نخطو مثل البطريق. راقبوني. ديدي بطريق رائع. لنخطو خطوات صغيرة. ما زلتم في منطقة نور؟ شيء رائع. عندما أقول ثلاثة تهادوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. تهادوا. لنقلد البطريق ونتهادى خطوات صغيرة. التهادي مثل البطريق ممتع حقا. خطوات صغيرة يا أصدقائي. احذر يا ديدي.
وأنتم كذلك يا أصدقاء، لنخطو خطوات صغيرة معاً. هيا نخطو يا بطاريق. انخفض مستوى الطاقة. خطوات صغيرة يا أصدقائي تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني، أشعر بطاقتكم. طاقة نور القسوة! واصلوا التهادي معي يا بطاريق. أوشكنا على الوصول إلى الباب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. عبرنا بركة رجال الثلج. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع يا أصدقاء. هذا رجل ثلج ودود، أظن أنه يصلح صديقاً لشخص حزين. أشعر بدوار. احتفظ به يا ديدي، من يدري قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. انظري، وحش البكاء. ليس مصاداً. هيا يا أصدقائي لنمنع وحش البكاء من إغراق العالم بدموعه. واو أصدقائي، انظروا إلى برك الماء. يبدو أن هناك شخصاً حزيناً. انظري، وحش البكاء. واو، مسكين حقاً، إنه يشعر بالوحدة والحزن. يحتاج وحش البكاء صديقاً يؤنس وحدته ويبهجه طوال الوقت. نحن نصلح أصدقاء، لكن لا يمكننا البقاء هنا. أنت محق يا ديدي، يجب أن نواصل الطريق. كيف نساعد وحش البكاء؟ هذا لا يا ديدي، لا أستطيع اللعب مع رجل الثلج الودود الآن. إنني أفكر في طريقة نبهج بها وحش البكاء. انتظروا، رجل الثلج الودود. أيها التنين، أنت عبقري كالعادة. هيا جربه الآن. انظروا معي يا أصدقاء. هيا يا وحش البكاء، أريدك أن تلتقي بصديق جديد. انظروا، لم يعد يبكي. في الواقع إنه يضحك. كان يحتاج صديقاً يبهجه. لا دموع بعد اليوم. ولا مزيد من برك الماء. وهكذا عاش الصديقان الجديدان في سعادة وهناء. إن اللعب أكثر متعة دون وجود برك ماء. هذا صحيح. ومن الرائع أن يكون لنا أصدقاء، أليس كذلك؟ نعم. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. عثرنا على صديق لوحش البكاء ومنعناه من إغراق العالم بالبكاء. أشكركم كثيراً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا، تحركوا ولا
الصرير. أصدقائي، كم أنا سعيدة برؤيتكم. اسمعوا، الأرجوحة تصر. كل ما في القلعة يصدر صريراً اليوم. يصعب علينا هذا الأمر الحركة. حتى قطار ديدي يصدر صريراً. يجب أن نبحث عن مصدر كل هذا الصرير. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم! ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور! هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا. لفوها في دوائر. واصلوا اللف. أسرع، أسرع، أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. إنه يعمل. ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف، لف، لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور. لا تخبرني، لا تخبرني. كل شيء يصدر اليوم صريرا. إنه حكيم ذكي. ترى ما مصدر الصرير؟ لنرى. أها، كنت أعرف هذا. إنه وحش الصرير. وحش الصرير؟ يستمتع وحش الصرير بصوت الصرير. لا يستطيع التوقف عن الصرير، حتى الزيت لا يمكن أن يجعله يتوقف. وبما أن الصرير سيلازمه دائما، قرر أن يجعل كل شيء يصدر صريرا. هل تعني أن وحش الصرير سيجعل العالم كله يصدر صريرا؟ الدراجة والأرجوحة وكل شيء. أخشى هذا يا نور. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش الصرير ونمنعه من أن يجعل كل شيء يصدر صريراً. للعثور على وحش الصرير، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب، لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش الصرير؟ ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش الصرير. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، والأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب! هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي.
تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى، اجروا يا أصدقاء. الباب، نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، كلب على أرجوحة. هل هناك كلاب نائمة خلف الباب؟ موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر، هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً. مدوا أيديكم. والآن انفذوا. أمسكوا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب الكلاب النائمة. أوبس. أنت الأول. هيا بنا. أصدقائي، يبدو أننا على متن سفينة. كلاب نائمة، هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر من السفينة. هذا الأمر سهل جدا. لقد لعقني. احذر يا ديدي. هيا يا أصدقائي لنواصل الطريق. لعقني مجدداً. لماذا تلعق الكلاب وجوهنا؟ هذه سفينة الكلاب النائمة. إذا استيقظ الكلب سيلعق وجهك ولن تتمكنوا من الوصول إلى الباب. لا توقظوا الكلاب وتسللوا في هدوء، لكن احذروا لأن الأرض تصدر صريراً. كيف نجتاز الكلاب النائمة دون أن نصدر أي صوت؟ لاجتياز الكلاب النائمة اختاروا حركة من الحركات. الحركات، هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي لا نصدر أصواتاً توقظ الكلاب النائمة؟ الفيل ثقيل الخطوات، القط المتسلل، الحصان السريع. القط المتسلل، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، علينا أن نتسلل مثل القطط. نخطو خطوة خطوة لنجتاز الكلاب. تسلل رائع يا ديدي. هيا نتسلل مثل القطة. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة تسللوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. تسلل. نصل إلى الباب. سنتسلل في الخفة مثل القطة. يجب أن تظل هذه الكلاب نائمة. وصلوا التسلل يا أصدقاء. وصلوا التسلل. أحتاج إلى الطاقة.
تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. تسللوا بسرعة أو تسللوا ببطء، لكن أهم شيء أن تتسللوا بهدوء. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة أوبس. نور القصوى. واصلوا التسلل. لا نريد أن ننقذ الكلاب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا الكلاب النائمة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. يا له من رقص رائع حقا يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، مربعات حمراء وبيضاء. إنه لوح لعبة الضامة، لنذهب إليه. هيا بنا. مستعدون؟ موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب لوحة الضامة. هيا بنا. لوحة الضامة، أحب هذه اللعبة. وأنا كذلك. هل ترون الباب الثالث؟ هاي، ها هو هناك. هيا يا أصدقاء، هذا أمر سهل جدا. علينا أن نعبر هذا اللوح. إنه ليس أنا. انظري، ضفادع. ضفادع كبيرة. هاي، احذري أيتها الضفادع. تريد إبعادنا عن اللوح. كيف نصل إلى الباب الثالث والضفادع تقف في طريقنا؟ هذا لوح لعبة الضامة للضفادع. أكثر ما تحبه هذه الضفادع هو القفز. لا تدع أي ضفدع يقف مكانكم. اقفزوا بسرعة كي تبتعدوا عن الضفادع، وإلا لن تصلوا إلى الباب الثالث. كيف نقفز بسرعة ونجتاز الضفادع؟ لاجتياز هذه الضفادع اختاروا حركة من الحركات. الحركات. هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نجتاز الضفادع؟ الدودة الملتوية؟ القرد المتسلق؟ الأرنب القافز؟ الأرنب القافز. أحسنتم. للقفز بعيداً عن الضفادع، علينا أن نقفز، نقفز، نقفز مثل الأرنب. يقفز ديدي مثل الأرنب. لنقفز جميعاً مثل الأرنب. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة، اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز! اثنوا ركبكم واقفزوا معي. لا تدعوا أي ضفدع يقفز مكانكم.
أصدقاء! قفز! 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 لن نتوقف قبل أن نصل إلى الباب! اقفزوا الآن! انخفض مستوى الطاقة! اقفزوا معي يا أصدقاء! تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي! تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون! نعم! أنتم تساعدونني! أشعر بطاقتكم! طاقة نور القسوة! واصلوا القفز يا أصدقائي! نجحنا يا أصدقاء! عبرنا لوحة لعبة الضامة! نجحنا يا أصدقائي بفضلكم! أها! رقصة نور! هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا! ارقصوا معي يا أصدقائي! ما هذا يا ديدي؟ يا له من مسحوق زلق جداً، يجعل كل شيء زلقاً وناعماً. احتفظ به يا ديدي، من يدري قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. وحش الصرير. ليس موصداً. هيا يا أصدقائي، لنمنع وحش الصرير من أن يجعل كل شيء يصدر صريراً. واو! كل شيء هنا يصدر صريراً. أصدقائي، هل تعرفون من يعيش هنا؟ وحش الصرير! إنه يصدر صريراً بالفعل، لا يستطيع أن يتحرك كثيراً، ويجعل كل شيء حوله يصدر صريراً. إذا عثر على شيء يعالج صوت الصرير، لن يجعل كل شيء حوله يصدر صريراً. هل تذكرون ما قاله الحكيم؟ حتى الزيت لن يمنعه من أن يصدر صريراً. هذه! ديدي، كف عن اللعب بالمسحوق الزلق، إنني أفكر في حل ما. انتظروا! المسحوق الزلق سيمنع إصدار الصرير! أيها التنين، أنت عبقري! جرب! بسرعة يا ديدي، يبدو أنني سأصدر صريراً! وأنا كذلك! يا وحش الصرير، معي شيء سيجعلك تتوقف عن الصرير! توقف كل شيء عن الصرير. لم يعد وحش الصرير يصدر صريراً. أليس هذا رائعاً؟ لم يعد هناك أي صرير. انظري إلي يا نور. احذر يا ديدي. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء! عالجنا وحش الصرير ومنعنا كل شيء في العالم من أن يصدر صريراً! أشكركم كثيراً! هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة! أفضل رقصة في الرقصات! نجحنا يا أصدقائي بفضلكم! وقت رقصة نور! هيا ارقصوا! لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا!